هذه هي الفعالية الرابعة، وكما للسنة الرابعة، وكما تلاحظون هي تتطور سنة بعد أخرى. الآن كما لاحظنا أغلب المحافظات السورية شاركت بنشاطات مختلفة، وحقيقة يجب العلاقة بين المواطن والقرى يجب أن تبدأ من المراحل الأولى من سنين الطفولة المبكرة، ولهذا تمت هذه الفعالية. وكم هي رسالة في ذات الوقت إلى العالم أجمع عندما يكون هذا الإرهاب وهذا الاستهداف للبنية الثقافية والبنية العلمية والتربوية والفكرية لأطفالنا والمواطن السوري. نحن على العكس نرسل رسالة أخرى إلى العالم بأن هذه هي سوريا، هؤلاء أطفال سوريا يحتفلون وهم يزرعون الفرح ويرسلون الفرح إلى العالم أجمع. حقيقة هذا المشروع قد بدأ قبل مهامي في وزارة الثقافة، والسيد وزير التربية قطع شوطا مهما في هذا الموضوع. لن أضيف أكثر من أن هؤلاء الأطفال يعني هم بالأخير سيمثلون في الغد، هم الذين يقدمون حسب ما اطلعنا على هذا العرض، كان عرض فيه مواهب، فيه براءة، الطفل مقبول منه كل شيء. وحقيقة يعني أستطيع القول أن أمة لديها هؤلاء الأطفال حقيقة أمة منتصرة، أمة لا يخشى عليها من شيء. وأنا أعتقد أن الأيام القادمة ستحمل المزيد من التعاون بين وزارتي التربية والثقافة. بعتبره أنا عرس وطني بيحمل اسم الفرح لطفولتنا، طفولة سوريا مجتمعة بالفعالية الرابعة، مشروع تشجيع القراءة الذي تبناه وأسسه المركز الإقليمي برعاية كريمة من السيد وزير التربية، وبتعاون مع مدير ثقافة الطفل من وزارة الثقافة. التعاون بدأ من عام 2013 وأثمر بثمار جدا يانعة جميلة من خلال أنشطة قدموها الأطفال عبر عدة سنين. وصلنا إلى هذا العام حتى تشاركنا جميع المحافظات السورية بعروض جدا جميلة صنعوها بأنفسهم. طبعا ضمن احتفالات وزارة الثقافة كان كتير مهم هيدا، بما أن وزارة الثقافة تعنى بشكل كتير كبير بالقراءة وبالتشجيع للقراءة، اللي هو يكون في يوم وطني للتشجيع للقراءة. طبعا هاي الفعالية هي بالتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التربية للسنة الرابعة التوالي، وأهمية هاي الفعالية إنه هي بتجي تتويج لعمل كامل لوزارة الثقافة لوزارة التربية. ما يخص وزارة الثقافة، نحن ما يخص وزارة الثقافة مديرية ثقافة الطفل، هاي السنة عاملين لا يقل عن 1650 جلسة مع الأطفال بمختلف المحافظات اللي عم نشتغل فيها ضمن مهارات الحياة، اللي هي 11 محافظة، كيفية التشجيع على القراءة بطرق بكل أنواع الفنون المختلفة، إن كان مسرح، إن كان عن طريق الرسم، إن كان عن طريق المهم أي بطريقة تفاعلية. فنحن حريصين جدا على هيدا، على تكريس القراءة للطفل، ولا سيما الطفولة المبكرة، وانطلاقا من هيدا اليوم.